المسلمين، أودعوا فيه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، أودعوا فيه فك كروبات عن إخوان لهم من المسلمين، أودعوا فيه كفالة لبعض الأيتام أو الأرامل، أودعوا فيه أكياسا من الأرز أو الطحين أو غيرها تصدقوا بها في سبيل الله، أودعوا فيه صدقات، أودعوا فيه بر والدين، أودعوا فيه أشياء حسنة تنفعهم وترفعهم يوم القيامة. وإن أقواما أودعوا فيه رشاوى وسرقات ونفاقا، أودع فيه شربا للخمر، أكلا للربا، تعاونا على الإثم والعدوان، أودع فيه ظلما للناس وأكلا لحقوقهم وأيمانا غموسا في محاكم وبخسا لحقوق الضعفاء. والله سبحانه وتعالى أعلم أي الفريقين أحق بالأمن، إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ينبغي على العاقل أن يحاسب نفسه، كم من يوم فضيل صيامه ما صمناه، وكم من ساعة فضيل قيامها ما قمناها، وكم من خير تيسر لنا فضيعناه. إذا كان الإنسان يندم على فرص تجارية أو وظيفية أو فرص اجتماعية، فتاة ذكر له أن يخطبها فتأخر فخطبها غيره، أو رجل خطب ابنتك فرددته ثم ندمت، أو سيارة أردت أن تشتريها ثم تقاعست وتكاسلت حتى اشتراها غيرك فربح فيها، أو غير ذلك. إذا كنا نحن نندم على أشياء فاتتنا في خلال السنة الماضية لم نعملها ولم نظفر بها، فينبغي علينا أيضا أن نندم على كل ساعة مرت بها بنا ما ذكرنا الله تعالى فيها، وأن يسارع الإنسان إلى الإصلاح. قال أبو الدرداء والحسن البصري رحمهم الله تعالى يقولون: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. قال بعض الحكماء: كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته؟ وقال آخر: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارتا به وإن لم يسر. من كانت الليالي والأيام هي مطاياه سارت به إلى الآخرة، إلى الموت، حتى لو ما عمل شيئا وإن لم يسره. نحن في الحقيقة أيها الأحبة الكرام في هذه الدنيا مثل الذين قد ركبوا في قطار، فهم إن قعدوا فالقطار يسير بهم إلى غاية معلومة، إن قعدوا فالقطار يسير، إن وقفوا فالقطار يسير، إن ضحكوا فالقطار يسير، وإن بكوا فالقطار يسير، إن وافقوا فالقطار يسير، وإن اعترضوا فالقطار يسير إلى غاية محددة. ونحن في هذه الدنيا كذلك، صحونا فالآجال تقترب، نمنا فالآجال تقترب، وقفنا فالآجال تقترب، رضينا فالآجال تقترب، سخطنا فالآجال تقترب، صمتنا، قلنا، زدنا، رقصنا، تعبدنا، عصينا، أطعنا، خالفنا، فالآجال تقترب. فما دامت الآجال تقترب، وأن الليل والنهار يسيران بنا وإن قعدنا، وأن الأيام تنتظرنا، فينبغي أن يعد الإنسان زادا، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها مراحل تطوى والمسافر قاعد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن يزرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، لكل زارع مثل ما زرع، ولا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن يقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم عبادة. لما حضرت الوفاة عبد الله بن مسعود بكى رضي الله عنه، قيل له: ما يبكيك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي على فراق دنيانا؟ قال: والله ما على فراق دنياكم هذه بكيت، إنما أبكي على فوات صيام الهواجر، يعني الأيام شديدة الحر، وقيام ليالي الشتاء، ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب التمر آكله.
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: قام أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عند الكعبة، قال فصاح بأعلى صوته، قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنا جندب الغفاري، أنا جندب الغفاري، هلموا إلى أخ ناصح أمين. قال فاكتنفه الناس وأقبلوا إليه: ما لديك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال فسفروا طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا له ما يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير تقولها أو كلمة سوء تسكت عنها لوقوف يوم عظيم، تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها، اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك فلا تريده، اجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حله، ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك فلا تريده. ثم صاح بأعلى صوته فقال: قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. خليلي، كم من ميت قد حضرته لكنني لم أنتفع بحضوري، وكم من ليال قد أرتني عجائبا لهن، وأيام خلت وشهوري، وكم من سنين قد طوتني كثيرة، وكم من أمور قد جرت وأموري، ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فذاك الذي لا يستنير بنوري. أيها الإخوة الكرام، لأهمية الأعمار التي نعيشها، جعلها الله تعالى تقريعا للكفار يوم القيامة، فإنهم يقال لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل الله تعالى أعمارهم حجة عليهم في عدم اتباعهم. يقول ابن كثير: أي أو ما عشتم في هذه الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به مدة عمركم؟ وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله من أن نعير بطول العمر. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أعذر إليه أي أزال عذره. الإنسان الذي تمر به السنين وهو لا يزال على شيء من المعصية، شيء من التقصير، أكل حقوق الناس، والموت لم يعاجله، إنما لا يزال يتأخر موته، يتأخر، يصل إلى 20 و30 و40 و50 و60، حتى أخر بعد بلوغه 45 سنة، والموت يناديه، والأيام تعظه، والآيات تنذره، ومع ذلك لا يزال مقيما على معاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قد أزال الله عذره. يوم القيامة ما له عذر أن يقول: يا ربي ما انتبهت، يا ربي غفلت. طيب غفلت 45 سنة منذ أن بلغت وأنت غافل، ما تذكرت يوما؟ يقول: قد أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. ولكن قد يكون أحيانا زيادة العمر زيادة في الفساد والضلال على الإنسان. قيل إن شيخا قد احدودب ظهره من كر الأيام والليالي، فمر على شاب لاهن فوعظه. هذا الشيخ الكبير قال: يا شاب انتبه إلى حياتك، لا تزال في أوائلها، وربما أنت في أواخرها، من يدري، فاعتبر بذلك، فإننا قد كبرت سننا وعلمنا ما ينفعنا إلا طاعة الله تعالى. فوعظه، فضحك الشاب وقال مستهزئا: يا صاحب القوس، تبيعني قوسك؟ يعني يا صاحب حدبة الظهر، شبهه بالقوس الذي فيه الحبل أو الخيط ويرمى به. يقول: يا صاحب القوس حدبة الظهر، تبيعني قوسك؟ فالتفت إليه الشيخ الكبير وقال: لا تستعجل، إن طال عمرك وأحياك الله سيأتيك قوس بلا ثمن، إن عشت حتى تبلغ عمري سيأتيك قوس بلا ثمن. والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي.